جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طلب بعض الإخوة جزاهم الله خير أن تكون لنا كلمة، وأنا والله يعني لست بذاك، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. من الأمور التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حذر من افتراق الأمة قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، يعني كما قال في رواية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الآن عندما يقرأ الإمام سورة الفاتحة يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الأصل أن يقول: إياك أعبد، صحيح؟ نعم. الأصل يقول: إياك أعبد، لأن يقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم يقول: إياك نعبد. لماذا؟ حتى نجتمع على عبادة الله. فلا بد أن نجتمع على ما اجتمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هناك يعني البعض يشتكي أحيانا، يقول يعني عدم التآلف، عدم التآخي، هناك يعني أحيانا تجد غلظة، قسوة من بعض الشباب هدانا الله إياهم. فدواء هذه الأمور الله أعلم أننا نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الأمر، السيرة، كان السلف الصالح يلقن الأولاد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينشأ هذا النشأ على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لو ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حاله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا الأجيال جيلا بعد جيل، في العصر الحاضر يعني ما كان من بعض العلماء، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عندما يعني كان يعلم الطلاب، كان الشيخ رحمه الله تعالى يعني يعتني بالطلاب، وعلم أو علم الشيخ محمد بن إبراهيم الطلاب أنهم يوما من الأيام سيكونوا هم العلماء. يعني الآن يا أخواننا، أنتم في يوم من الأيام تدرس أولادي، في يوم من الأيام تكونوا علماء ولا شك. فإذا لم يعني نهتم بهذا الجيل، كان الجيل الثاني أو الثالث الذي يليكم يعني أسوأ من الذي قبل. فالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يشد على الطلاب، ثم خرج هذا الجيل، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، يعني الواحد منهم نستطيع نقول بأمة والله. فإذا لم نتعب نحن في هذه الأيام، إذا لم نتعب على هذا الجيل، يخرج الجيل الجديد على غير ما نريد. فيوما من الأيام شئنا أم أبينا سيكون هذا الجيل هم العلماء والدعاة وما إلى ذلك. فإذا لم نهتم الآن، يعني بدينا نتقاعس ولا نبالي بشيء، بعد هذا ستكون النتيجة على غير ما نحب. ما نريد هذا. الشيخ بن عثيمين مثلا رحمه الله يعني كان له ليلة في كل أسبوع يدرب فيها الطلاب على الخطابة. الإشكال عندنا في هذه الأيام نحن الآن، يعني
نتكلم على الفرق الضالة أن فيهم وفيهم وفيهم. طيب، من يخطب الجمعة؟ من يقوم بوعظ الناس، بتعليم الناس، بكذا؟ فلابد نحن نتعلم إخواننا، لابد نتقدم إلى المنابر بعلم لا بجهل. فإلى متى نترك المنابر لغيرنا؟ سأل هرقل، سأل أبو سفيان رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل يزيدون؟ قال نعم. فإذا كنا لا نزيد، هذا معناه أننا لسنا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال، قل، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي، أي الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. قل، طيب، قل، المشكلة الصدى بالنسبة لهم زين. طيب لو تخلوا الميكروفون كذا بس، جزاك الله خير. قل هذه سبيلي، أي أن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى طريق واحد، وهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. أدعو إلى الله، أي الإخلاص هنا، تحقيق شرط الإخلاص، على بصيرة، أي على علم شرعي، أنا ومن اتبعني. فإن كنا حقا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن ندعو إلى ما دعا إليه عليه الصلاة والسلام. لا يلزم أن تحصل وتحصل وتحصل من العلوم. الذي تثق فيه 100%، هذا علم الناس. التوحيد الآن، تشك في التوحيد؟ لا. تشك في لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ لا. صفة الصلاة، صفة الوضوء، صفة الناس يحتاجوا لهذا. عندي سؤال واحد، هل يعرف واحد منكم من الذي علم الإمام أحمد التوحيد؟ في أحد يعرف هذا؟ من الذي علم الإمام أحمد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ من؟ لا أحد يعرف، صح؟ أجور الإمام أحمد كاملة لهذا. من الذي علم الإمام أحمد يعني أول شيء في التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسوله؟ مثلا الشيخ الحذيفي حفظه الله، الذي علم الشيخ الحذيفي سورة الفاتحة، سورة الفاتحة فقط، أجور كل ما يصلي الحذيفي وكل ما يعلم الشيخ الحذيفي للناس، الأجر لمن؟ الذي علم الحذيفي سورة الفاتحة. فنحن نريد نمشي على هذا، نعلم الناس البدائيات أول شيء. فإذا سرنا على هذا، علمنا الناس. أخواننا اليوم نحن نتكلم في الدعوة عن أشياء هي في القديم كانت من المسلمات، من الضروريات، لكن الناس في هذه الأيام والله كثير منهم لا يعرف سورة الفاتحة، كثير منهم لا يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول في معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، وحدة وجود، أو لا رب بحق إلا الله. والبعض قال لي لا، أنا أعرف لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وهنا يعني لا قادر على الاختراع، لا كذا. أصلا هذا مسجل في بعض الدول الآن قريبة منا، والله في بعض الدول يسأل العوام، تصلي؟ لا. تعرف سورة الإخلاص؟ يقول لا. تعرف الفاتحة؟ يقول لا أعرف. نبي هذه الأمة؟ يقول لا أدري. حتى الآن من يقول لا يمكن أن نحكم على إبليس بأنه في الجنة، بأنه في النار، يقول ما يمكن. وهناك من يعلم اليوم الصبيان، يقول أول خلق الإنسان قرد. بالأمس أرسل لي أحدهم رسالة فيها
أن الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لا تفهم آية في المواريث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة إلى يومنا هذا لم يفهم أحد منهم آية في كتاب الله. يعني يا أخواننا كنا في القديم والله أخواننا يعني بعض الناس، واليوم كنا نقرأ هذا في العقيدة الطحاوية، بعض الناس كان يستغرب يقول لماذا ندرس التدبرية، لماذا نذكر أحيانا ما عليه المعتزلة، ما عليه الجهمية، ما عليه كذا كذا من الفرق الضالة، يستغرب يقول لماذا لا يوجد في العصر الحاضر أحد يقول أنه معتزلي. صحيح، ولا يوجد أحد في العصر الحاضر يقول أنه جهمي، ولا يوجد أحد في العصر الحاضر يقول كذا وكذا وكذا على مكانة الفرق الضالة. لكن لو تنظر في الواقع تجد أننا في هذه الأيام عندنا أشد من المعتزلة وأشد من المعطلة وأشد من الممثلة. والله في القديم أهل التعطيل الذين عطلوا صفات الله سبحانه نفوا كل الصفات، نفوها بسبب ماذا؟ لأنه اعتقد تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقال ما يمكن أعظم الله إلا بنفي الصفات. الممثل قال لا يمكن أعظم الله سبحانه وتعالى إلا بالتمثيل. جاء أهل السنة وقالوا لا، لابد أولا نستدل ثم بعد هذا نعتقد. فالله سبحانه وتعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، إذن لابد أن نجمع بين النفي والإثبات، نثبت مع التنزيه وسعد بالدليل. فهذا يعني جدد وزيادة ما كان عليه الفرق الضالة، لأنهم قالوا خضنا بحارا في العلم وقف الأنبياء على شاطئ. فهذا يقول وانتشر هذا ومقطع خطير جدا مفيد، هذا الرجل يفسر آية أخطأ فيها الكل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومين هذا، هو يقول هذا. والله يعني ما أحد عالم تفسير الآية إلا هذا الرجل في المواريث. يعني المواريث أمر يعني يحدث في كل يوم، يموت عندنا أشخاص وإرث في ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. وطامات، طامات تجد في هذه الأيام طامات. والله أخواننا، والله أخواننا نحن في زمن يعني لم يمر على الأمة مثل هذه الأيام. والله الفرق الضالة تظهر، فرق ضالة أحيانا في كل ساعة، ولا تستطيع أن تعرف يعني معتقد هذه الفرقة ومعتقد هذه الفرقة. حتى أصبحت الفرق الآن في القديم الفرقة الضالة يكون لها أئمة، لها مؤلفات، مراجع، أصول حتى تستطيع الرد عليها. صحيح، معتزلة لهم مؤلفات، الجهمية لهم مؤلفات، طبعا الخوارج لا يوجد لهم، هم لا يعرفوا بالعلم أصلا. خوارج ليس لهم أصول مراجع معتمدة، لهم بعض المؤلفات الكتابات هكذا فقط. اليوم الفرق الضالة ليس لها أصلا لا أئمة ولا مراجع، رجل يقوم يتكلم، فرقة ضالة، ينشئ موقع، ينشئ كذا وينشئ كذا، ويجد أتباع. يعني تنظر في أحيانا في المشاهدات في بعض المقاطع مشاهدات عظيمة، وفي الغالب من الذي يشاهد هذه الأشياء؟ نحن، إلا من رحم الله. والله أهل السنة يشاهدوا هذه الأشياء، لماذا؟ حب استطلاع. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اليوم نخالف هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونطالع ما عليه فلان الضال وفلان المبتدع وفلان الذي يسب أم المؤمنين رضي الله عنها وفلان الذي يسب الصحابة. صحيح، وننشر هذه المقاطع. طيب التأصيل العلمي، هل يوجد اليوم من يحفظ؟ يحفظ ماذا؟ يحفظ الفاتحة؟ لا،
إلا من رحم. والله نحن في هذه الأيام نتكلم عن الفاتحة. أسأل أحيانا في بعض الدول ما هي أركان الإسلام، واحد يقول لي 3، واحد يقول لي الله أعلم 4. أنا لا أسأل عن شيء يعني مثلا في الطهارة، في شروط الصلاة مثلا، لا أسأل عن الإسلام. ما هو الإسلام؟ أسأل مسلم يقول نعم. طيب ما هو الإسلام؟ يقول ما أدري. طيب كيف مسلم؟ يقول لا أدري. طيب ما معنى الإسلام؟ يقول ميم سين لام ميم. طيب مشرك؟ يقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. طيب ما هو الشرك؟ يقول أنا لا أدري. طيب لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. فإخواننا يعني لابد أن نقوم. والله سائلنا الله يوم القيامة، والله، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. سائلك الله ماذا صنعت في الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ؟ نعم والله بلغ. أدى الأمانة؟ نعم. نصح الأمة؟ نعم. جاهد في الله حق جهاده؟ نعم. سائلك الله عن هذا، هل تعلمت؟ هل عملت؟ هل دعوت؟ هل صبرت؟ ضياع الأوقات في هذه الأيام يعني حدث ولا حرج عن ضياع الأوقات، تضيع الأوقات. وكما يقول يعني بعض الأئمة عندنا، يقول المشكلة عندنا أننا نضيع أثمن ما نملك وهو الوقت، أو من أثمن ما نملك نضيع هذا بفراغ غيرنا. يعني يأتيك مقطع، واحد يفحط، واحد يسب، واحد يضحك، واحد جالس في الظلام مثلا، تأتيك مقاطع في هذا واتساب ولا واتيوب ولا كذا، صحيح والله إنسان يعني هذا كافر وهذا ضال وهذا مبتدع، ونحن نضيع الأوقات في النظر إليهم. ولو نفتش الآن مثلا، الآن في هذا المجلس نفتش الجوالات، هل نجد مثلا في هذه الأجهزة دروس للشيخ بن عثيمين مثلا، دروس للشيخ بن باز، دروس مثلا الشيخ الفوزان، الشيخ الألباني رحمه الله الجميع؟ في الغالب لا والله، لكن نجد فيها مقاطع كفر ومقاطع ضلال وفلان المبتدع وتفحيط وصور وكذا وكذا. أنا أتكلم عن جانب واحد فقط، جانب الشبهات، لا أتكلم عن جانب الشهوات الآن. فهذا الجانب يا أخواننا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كان الواحد من السلف يمر على هو ماشي في الطريق، يمر على رجل من أهل البدع، ماذا يصنع؟ يضع أصبعيه في أذنيه. إمام، هذا إمام من أمة أهل السنة، يمر بهذا يقول اسمع مني ولو كلمة، يقول ولا نصف كلمة. وقال آخر من علماء السلف عندما قال له اسمع مني قال امسك الشمس، يعني إذا استطعت أن تمسك الشمس وقت هذا الوقت ستسمع مني، سأسمع منك. هذا من يقول يا أخواننا؟ هذا الكلام يقول الأئمة، وهم أئمة، فما بالك نحن اليوم؟ فأخواننا يعني أنا لا أدري. قال لي أحد الإخوة يقول اليوم الشباب مخطوفين، والله يعني تجد هذا في وادي، تجد هذا في وادي، تجد هذا في وادي، البعض حتى يعني لا يتكلم، عن المفروض أن الله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني عندك إشكال، خطر على بالك خاطرة، فلان كيف؟ لماذا لا أخرج على الحكام؟ لماذا لا أسب؟ لماذا لا أصنع؟ لماذا لا نصنع مظاهرات؟ لماذا لا نجتمع؟ خاطرة في بالك، فإيش تصنع في هذه الأيام؟ أنا أعرف، تستفتي جوجل، نعم، يكتب في جوجل كيفية الالتحاق بداعش، والله صدق يكتب هذا. ليش؟ حب استطلاع، ويبدأ شيء فشيء فشيء. ونحن نعرف كثير اليوم من إخواننا والله
خرجوا وراء داعش. السبب هذا يستفتي جوجل، الصحبة السيئة، نعم هذه الرسائل التي تنتقل هي أحيانا ترسل لك للإنكار وتؤثر فيك. فنبتعد إخواننا عن الشبه، نعيش مع الكتاب والسنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية العقيدة التدمرية ذكر نصيحة حتى تسلم من الفرق، ذكر إدمان النظر في الكتاب والسنة. إدمان يعني مدمن، مثل يقول هذا مدمن المخدرات، أنت مدمن النظر في نصوص الكتاب والسنة، ما تنظر إلا في نصوص الكتاب والسنة فقط وكتب الأئمة السلف الصالح. الثاني الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تدعو الله، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الثالث، عندنا أناس يعني من الحلول أن تفرع عن هؤلاء، لأن عندنا أناس مصاحبتهم سم قاتل، يعني لدغة واحدة القبر، ما يمكن تتنفس بعدها، لدغة واحدة وهي القبر انتهى، أقوى من الحية ومن الأفعى. والله من هم أهل البدع؟ والإشكال عندنا اليوم أصبح الأمر طبيعي، السماع لأهل البدع، مجالسة أهل البدع، صحيح والله. حتى البعض اليوم يعني يرى من نفسه أن يناظر أهل البدع، مع أننا نعرف أن بعض الأئمة ترك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يهود نصارى، لديهم شبهات، لديهم ضلالات، لديهم علم كتب منزلة من السماء، ناظرهم. قال: لا. بين ما هم عليه من أخطاء؟ لا. قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. إذن كيف تكون الدعوة؟ بالتوحيد. وإذا ما عرفنا التوحيد كيف نناظر، كيف نقوم بواجب الدعوة إلى الله؟ فأخواننا الله الله بهذه الدعوة. والله أخواننا الدعوة السلفية لا يشك أحد أنها دعوة حق. الذي يطعن في السلفية هذا يستتاب، فإن تاب ولا قتل، لأن السلفية تنتسب إلى السلف الصالح. والسلف الصالح من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها، يقول: ونعم السلف أنا لك. فهل يمكن لأحد أن يطعن في السلف والسلفية؟ ما يمكن، هذا جاهل أو معاند أو كذا. فأخواننا هذه الدعوة دعوة مباركة، لكن لا بد أن نقوم. ما يعقل أن يكون عندنا الحمد لله طلاب علم لكن ما يطلبون العلم، عندنا ما شاء الله خطباء لكن لا يصعد على المنبر. كان أخونا الله يغفر له ويرحمه الأخ مشعل من الكويت، هذا عندما كان يطلب العلم في المدينة كان لديه دفتر يكتب فيه مذكرات، يكتب كتب، قال: لا تسأل في المذكرة هذه، كتب قال: لا تسأل عن الدعوة إلى الله إلا من يدعو إلى الله. صحيح. الآن تريد تسأل عن التفاح، تسأل إنسان لم يرى التفاح أصلا؟ لا، خطأ. تريد تسأل عن الاعتكاف، تسأل رجل اعتكف صحيح حتى يخبرك عن الاعتكاف. فالآن يعني لابد يكون عندنا قدوة صالحة، صحبة صالحة. أما ما نسير عليه في الغالب في هذه الأيام، والله هذا ليس بطريق السلف أبدا والله، لأن العلم
عبادة أو عادة؟ من يعرف؟ لا، في الغالب في هذه الأيام أصبح عندنا عادة، لأن العبادة لابد فيها من إخلاص أولا، وثانيا أنا أريد أطلب العلم لازم أسير على هذا الطريق، لا أطلب العلم على ما أريد، صحيح؟ إذن العلم عبادة، إذن لابد فيه من الإخلاص والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول لي 10 سنين في طلب العلم لكن ما حصلت شيء، لماذا؟ لأنه يتخبط يوم هنا ويوم هنا ويوم هنا ويوم هنا، وأغلب الأيام نايم. يبدأ مثلا المفروض يبدأ بالتوحيد عليكم السلام، هو يبدأ بماذا؟ بدأ بالنحو، لماذا؟ لأنه سمع والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم، فيبدأ بالنحو. يجي فلان من الناس، فلان من الناس عالم؟ لا، جاهل، جهل مركب ولا يعرف العلم أصلا، فيقول يا أخي لماذا تطلب وتبدأ بالنحو؟ قال والنحو أولى أولا أن يعلم، يقول لا خطأ، المفروض تبدأ بالأصول، وأهم شيء عندنا الأصول، ولا بد نبدأ بالأصول قبل الفروع. المهم تكلم بكلام، فقال خلاص نبدأ بالأصول. بدأ يقرأ في الأصول، يعني أصول الفقه. جاء آخر قال لا يا أخي اتق الله، خطأ، تبدأ بالأصول، الأصول فيها وفيها وفيها علم الكلام وفيها كذا ومنطق وفلسفة، طيب ماذا أصنع؟ قال يا لازم تبدأ بالقرآن. بدأ بالقرآن وأخذ يحفظ، ثم يأتي الثالث إيش تصنع؟ قال أقرأ القرآن. قال سبحان الله، هذه طريقة الخوارج، يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم. طيب أرشدني كيف يحفظ السلف القرآن؟ تعال أنا وأنت نتعاون، وفي كل يوم نقرأ 10 آيات نحفظها، نصحح قراءة الآيات، وننظر في تفسير مختصر كتفسير الشيخ مثلا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، نستعين بالله العمل ونمشي في الطريق. قال لا، لا تحفظ القرآن أبدا، تبدأ بماذا؟ قال تبدأ بكذا. يمضي العمر ها وما حصل شيء. عندنا درس في الفرائض، الفرائض تعرف الطلاب كل طالب معه دفتر، والدفتر فيه إيش؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، مثلا من 24، جدول، زوجة، كذا، وأحيانا حتى ما نكتب أخ شين، أخ شقيق، عرفت؟ أي نعم، أخ لأم، هو ما يعرف هذه الأشياء. فمر بنا مع الطلاب، يعني افترشوا في الحرم وكل واحد يحل التمارين، ومر بنا رجل نظر ما عرف إيش هذا أصلا، يعني يظن هذه طلاسم، لأن تعرف أحيانا الجداول عندنا مثل جداول السحرة، والله أرقام وكذا. فالمهم مر رجع وسأل طالب من الطلاب، قال إيش هذا؟ قال هذا فرائض. قال إيش؟ إيش فرائض؟ هو ما يعرف أصلا ها لقب هذا العلم أصلا، ما يعرف. قال إيش فرائض؟ مواريث. قال إيش مواريث؟ حتى مواريث ما لم يفهم. قال اسمع، إذا مات رجل أو مرأة نقسم التركة لهم. قال ما شاء الله، الناس يقتلوا الآن في العراق وفي كذا وفي كذا وانتوا تقسموا التركات؟ يعني إيش يريد بالعربي؟ إيش يريد؟ يريد نكون خوارج. فقلت له تعال، شفت هذول اللي يموتوا في العراق وفي سوريا وفي كذا، ها احنا نقسم تركاتهم، نحن نسد ثغرة هنا الآن. انت ايش تصنع؟ انت ابليس الآن تخرب الطلاب، والله صدق. اليوم يا اخواننا، زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عدد اهل النفاق؟ كم؟ من يعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم تقريبا؟ كم ها كم يعني تقريبا؟ 5000. 5000 زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. اليوم كم؟ اليوم كم؟ ها كم؟ الله أعلم.
إذن لا تظن أننا في هذه الأيام سلمنا من المنافقين، لا والله أعداء الإسلام ما أرادوا منا أن نسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمحوا لي في هذه الكلمة، إذا كانت هناك دورة في المسجد الحضور كم؟ 10-20، الكشتة 1000-2000. لماذا؟ كشتة، وتقول لو هناك كلمة تمشي، لا أحد يسأل ولا دفتر ولا حفظ ولا مراجعة، ونسهر ويضيع الفجر. صحيح، أنت لا تظن أن هؤلاء العلماء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بماذا؟ بالكسل. لا والله، تظن بن عثيمين يعرف الكرة؟ تظن بن باز رحمه الله، بن عثيمين والله إخواننا ما يعرف التفاحة، كان تفاحة ما يعرفها، أعطوه تفاحة ذهب إلى البيت ورجع للشيخ قال إيش أصنع فيها؟ في الدرس مسجل، والله مسجل في الدرس، درس الشيخ بن عثيمين رحمه الله، كان يتكلم عن أكرمكم الله هذا الحمام، نسميه إحنا الأفرنجي، هو في الحقيقة هذا يعني صنع أيام الدولة الإسلامية في الأندلس، مفهوم؟ من المسلمين. المهم كان يتكلم الشيخ أنه هذا أكرمكم الله الكرسي الأفرنجي مو يجلس عليه، يركب عليه، مفهوم؟ فواحد من الطلاب قال يا شيخ لا يجلس عليه، قال أنت ما تعرف. ها يا أخواننا ضحكوا بقية الطلاب، قال يا شيخ يجلس عليه، قال كلكم ما تعرفوا. هو لا يعرف هذه الأمور. تسأل الشيخ عن أدق مسألة في المواريث، في النحو صحيح، في الطهارة، في الحدود، في القضاء، في كذا، يفصلها لك. نعم، اسأل من شئت ممن رأى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، اسأله هل رأيت الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ولحيته سوداء؟ يقول لا، ما أحد عرف الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى إلا بعد أن شاب. كان يدرس الشيخ بن عثيمين رحمه الله طالب أو طالبين فقط، 23 سنة تقريبا يدرس الشيخ طالب أو طالبين. عندما كثر الطلاب وأصبحوا 1000 أو 2000، يقولوا طريقة الشيخ واحدة، أداء الشيخ واحد، تحضير الشيخ واحد. لماذا؟ إخلاص، يعني ما تغير الشيخ، ما يهتم يجلس واحد أو يجلس 1000، ما يضر. عندنا في الحديث والنبي وليس معه أحد، لم يترك التوحيد، ثبات. يقول ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. عندنا أخواننا يقولوا، يعني ما أدري عندكم في مثل هذا أو لا، عندنا يقولوا من حبك إيش دبك، من حبك دبك. المحب لك والله هو اللي يقول لك يا ولدي، يا ولد اشتغل، يا ولد احفظ، صح؟ أما غير المحب قال لا احنا في خير الحمد لله، علماء وعندنا وعندنا، وارتاح ونام واكفر وسب. والله لأنه في من يسب الرب، ويأتي بعض الناس تسب الرب، قال نعم، كيف قلبك؟ قال مطمئن، قال سب، والله موجود. وبعض الناس يقول يا أخي ليش تكفر هذا من يسب الرب؟ هذا جاهل، يجهل أنه سب الرب كفر. إذن ماذا يعرف في الإسلام إذا لا يعرف أنه سب الرب كفر؟ إيش يعرف؟ فيريد منه هذا لا صلاة، قال الصلاة ما هي واجبة، تصلي أو لا تصلي تدخل الجنة، وأحسن لك ما تصلي، ماذا تتعب؟ قال لا تصلي، تمام، تدخل الجنة، سب الرب تدخل الجنة. طب إيش بقي؟ إبليس، قال لا تشك في إبليس أبد،
إبليس ممكن تدخل الجنة تجده أمامك، أبو جهل ممكن تجده أمامك، فرعون ممكن تجده أمامك في الجنة. والله؟ قال والله. طب إذا من أجد في النار؟ ولا تشك في أن أصل خلق الإنسان قرد. قال لا تشك في هذا. الصغار عندنا، لعله ما في أسئلة ولا في شيء، الصغار عندنا يمكن كل واحد مر على هذا إلا من رحم الله. في الصغر إذا سقط له سن إيش يصنع؟ يستقبل الشمس وينادي الشمس. عندنا من يعبد الشمس، صح؟ يقول يا شمس يا شمس يا شموسة خذي سني واعطيني سن العروسة، صح؟ صحيح أم لا؟ أين هذا؟ هنا عندنا أخوان هذا الأمر. وبعدين قال التوحيد عرفناه، ما في داعي أخواننا، لماذا تعلمنا التوحيد؟ لماذا تذكرنا بالتوحيد؟ اليوم لو كان الدرس هذا في النكاح، صح؟ شوف ما شاء الله الضحكة هكذا ومنشرحين، ويقول للفجر نبقى ما في مشكلة. أما كلام في التوحيد لا لا لا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. مجالس بعض شبابنا، قال جنبوا، بعض السلف يقول جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفم. طالب العلم ما يتكلم في هذه المسألتين. عندنا من يقول في بعض الأشجار، يقول المفروض نقول دوار الشمس تعبد الله هي، قال لا تعبد الشمس، صح؟ وعادي، صح؟ يسميها أنها المهم. أي نعم. فأشياء كثيرة ترى طامات. تسأل بعض الأولاد الصغار في هذه الأيام عن السحر، كيف السحر؟ يقول السحر أمر طبيعي جدا، صحيح؟ نعم. فيلم كرتون، لأنه يرى السحر قبل والله أشهر أنا سمعت مسابقة في الرادي يسألوا أكرمكم الله عن كلبة الساحرة اللي تأتي في فيلم كرتون، والأولاد يجيبوا عن كلبة أكرمكم الله الساحرة، صح؟ أما الكورة يعني حدث ولا حرج. فتحت مرة الرادي قال خليج 18، قلت خليج 18 يعني أنا من أهل الخليج لازم أعرف هذا الموضوع، إيش خليج 18؟ المهم قال دورة الخليج 18، يعني دورة علمية ممكن. المهم طلع دورة الخليج 18، قال نحن يمكن قبل السنين نحن الآن في دورة الخليج 18. خليج يعني كرة، تمام، 18. السؤال كان عن خليج 3، خليج 3 قبل كم سنة؟ 16 سنة. من أخذ الكأس في خليج 3؟ طبعا ما حد تذكر، صح؟ تذكر خليج 3 يا رجل 15 سنة. والله جاء واحد سأله 2 3 4 5 طلع هذا، قال اسمع خليج 3 كان في دولة كذا يا حبيبي. وبعدين قال اسمع، ما أجاب إلى الآن، قال كان في دولة كذا، هداف خليج 3 فلان. أنا قفلت الرادي خلاص. ليش؟ لأنه ممكن يذكر لك إيش يا رجل، يذكر لك أسماء اللعيبة كلهم، ضابط حافظ كل شيء. حتى أنا عندي بعض الشباب يقول والله أعرف ترجمة اللاعب، حتى العشيقة أعرفها، الرقم أعرفه، متى احترف، في أي نادي يلعب، في كذا، كم هدف سجل، كل معروف. حتى يقول لي هذا المعلق أحسن معلق، يدفع له على التعليق المباراة كذا، صحيح. طب كيف ضابطين؟ ها؟ شيطان. أي نعم. أما تعال احفظ الصوت الثالث، قال والله ما استطيع، صعب عليه. شروط الصلاة، قال ما استطيع. أخواننا غزو، يعني أمور والله طامات طامات، يعني ما أعرف أنا. اسألوا
يعني كل واحد يسأل والده عن هذه الأمور اللي تحدث الآن، يقول ما كنا نتصور يا إخواننا نحن الآن، والله أول ما جاء هذا الجوال أبو كاميرا عيب، ما نستطيع نحمل جوال أبو كاميرا. حتى المسجد النبوي ممنوع المرأة إذا معها جوال أبو كاميرا ما تدخل المسجد النبوي. الآن التصوير في الطواف، في الطواف تصوير ما في إشكال، رجال ونساء، وممكن واحد يوقف الطواف الله يرضى عنك يا شيخ يا مطوع صورني، صحيح أم لا؟ اي والله واقع. يعني حتى في بيوت الله في عندنا يعني ظهرت قبل فترة لعبة باكيمون، باكيمون نعم معروفة. الباكيمون هذا تبحث عن الشياطين، والله تبحث عن الشياطين وتجمع الشياطين. أكثر مكان يوجد فيه الشياطين هذول شياطين الباكيمون وين؟ في الحرم، في صحن الحرم أكثر باكيمون. والله والله في من شبابنا يقول ما دخلت الحرم لي 10 سنين ودخلت عشان الباكيمون، عشان أجمع رصيد من الشياطين. والله مسجد النبوي ومسجد الحرام معروف مليان باكيمون. أنا والله لا أتكلم يعني إخواننا يعني أشياء في الخيال، أنا أتكلم أشياء عندنا في الواقع الآن. آخر لعبة توصلوا إليها الآن، هذه اللعبة إخواننا آخر الأمر انتحار، معروفة هذه الحمد لله اللي ما أعرف الحمد لله، لكن هذا آخر الأمر انتحار، انتحار لا شك. والله كنت في دولة من الدول ومعي معنا هذا في الدرس ضابط من الضباط معنا يحضر، يقول يوميا نسجل حالات انتحار من هؤلاء الأولاد بسبب هذه اللعبة. والله ونحن يعني في المجلس استأذن ومشى، قال الآن عندي بلاغ ولد انتحر. وفي النهاية نحن نتفرج ساكين، صحيح ما نغير شيء. أنا يا أخواننا اليوم أنا أكلمكم عن واقع الشباب، أنا ما أتكلم عن واقع الشياب. أنتم يعني بعد سنين تأتوا مكاني هنا تعلموا، إذا لم نحافظ عليكم ضاع الجيل الجديد والله، إلا إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه تحذير منه عليه الصلاة والسلام، قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. تدعو الله سبحانه وتعالى أنه هذا لا يدركك. يقول يعني في ذاك الزمن يعني يقال ما عقله ما أظرفه كذا وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، نسأل الله العافية والسلام. تسأل البعض يا أخي هل عندك ورد من القرآن؟ قل لا، أصلا لا يعرف يقرأ القرآن أصلا. هل السلف، أنا أسألكم سؤال، هل السلف تركوا القرآن؟ ما يمكن. الشيخ عبد الكريم الخضير يقول عندنا في هذه الأيام من يختم القرآن في كل 3، صح؟ عندنا موجود؟ موجود، مثلك؟ مثلك، بشر؟ بشر. عندنا في هذه الأيام من يقوم الليل مع أنه لديها أعمال، لديه كذا، لديه كذا. عندنا في هذه الأيام من يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض؟ نعم عندنا. عندنا من يحفظ الصحيحين، يحفظ الكتب الستة في هذه الأيام؟ نعم. يحفظ الفيت بن مالك؟ نعم. يحفظ كتب شيخ الإسلام والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع؟ عندنا نعم. طيب موجود الحمد لله في هذه الأيام. الهدف الوحيد عند الشباب في هذه الأيام، عند الكل بلا استثناء، الزواج. ويحقق هذا الهدف ولا بد، صح؟ نعم طال أن قصر. نعم ما يمكن هدف يحقق يحقق، صح؟ تمام. ركبت في الطائرة وركب جنبي رجل يعني لا سلام لا كلام، وأنا أظن أنه هذا نصراني والله، الشكل اللباس الهيئة البنطال الكرافتة الجاكيت كذا. المهم يعني
لابد نتكلم. الرحلة 4 ساعات، يعني كلمة مني نطق. تتكلم عربي؟ قال أنا خريج الجامعة الإسلامية. قلت الحمد لله. وين رايح؟ قال رايح المدينة، يعني معي رايح المدينة. قلت تمام، في أي سنة؟ قال أنا تخرجت راجع للماجستير. قلت تمام. اشتغلت في الدعوة؟ قال لا. كيف اشتغل في الدعوة؟ الدعوة تحتاج إلى مال، ما أستطيع أشتغل في الدعوة. أنتم ادفعوا أهل الخليج حتى نشتغل. قلت طيب صحيح، ما يمكن لأحد يشتغل في الدعوة إلا بمال. بتزوج؟ قال نعم. عندك أولاد؟ نعم. قلت الزواج يحتاج مال؟ قال نعم. واستطعت تتزوج؟ قال نعم. والدعوة؟ سكت. قلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمال؟ قال لا. ونجح؟ نعم. كيف؟ الله أعلم. إذن هدف الزواج نحقق، صحيح والله، أما هدف الدعوة الناس تموت على الشرك، الناس تموت على الكفر، صح، يظل من يظل، فرق ضال كذا، ولا نهتم. ما يمكن يا أخواننا، والله ما يمكن أننا نكون أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وما نصنع هذه الأمور. ترى أنا أقول هذا الكلام، والله أنا أكثر واحد مقصر مفرط، وأنا لا أتكلم عن أشياء إلا أنا مقصر فيها، حتى يعني نتعاون وتسير السفينة يا أخواننا. أما أننا نسكت نقف نتفرج، ما شاء الله وفيكم خير، فيكم خير لا شك، لكن قلنا لابد نجتهد. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. الأسئلة خليها عندك. عندي أنا؟ أيوه.